السلام عليكم مشاهدينا، واهلا بكم الى اخبار حضرموت لهذا اليوم وابرز ما فيها. مدير عام صحة ساحل حضرموت يطلع على اعمال برنامج طبيب طيبة الزائر بمستشفى الديس الشرقية. المدير التجاري لكهرباء ساحل حضرموت يدعو المواطنين للاستفادة من الخصومات المعلن عنها. افتتاح العيادة الطبية لمدرسة الجماهير للتعليم الأساسي بالمكلا. حفلا تكريميا ل 57 قاضيا وموظفا في محاكم وادي حضرموت. أهلا بكم مجددا. اطلع المدير العام لصحة ساحل حضرموت الدكتور رياض حبور الجريري على أعمال برنامج طبيب طيبة الزائر 79، والذي يقام تحت رعاية اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك محافظ محافظة حضرموت، وبإشراف مكتب الصحة بالمحافظة خلال الأسبوع الجاري في مستشفى الديس الشرقية. وأشاد الدكتور الجريري بأعمال برنامج طبيب طيبة الزائر الذي نفذ 50 عملية جراحية ويمتد على مدى 6 أيام تشمل المعاينة وإجراء العمليات، وقال إن مثل هذه المخيمات تسهم في تخفيف وطأة المعاناة على المواطنين، داعيا المنظمات والمؤسسات إلى إقامة مخيمات مماثلة. تدخل مناسب وفي وقت مناسب، نشكرهم على هذا التدخل. الفترة هذا اللي فيها في مستشفى ديس موقفة، طبعا لا توجد بعثة طبية في المستشفى لها فترة طويلة، وفي هناك احتياج وفي هناك معاناة للمواطنين، فكان التدخل للأخوة في مؤسسة الطيبة تدخل نوعي. استهدف تقريبا 50 عملية جراحية بمديرية الديس الشرقية، ويعتبر المخيم 79 اللي تقيمها مؤسسة الطيبة، وهذا جاء المخيم تلبية لاحتياجات المنطقة وما حصل فيها من احتياجهم لعمليات جراحية وأمراض توجد بالمديرية. يأتي برنامج طبيب طيبة الزائر 79 في الديس الشرقية باستضافة تخصص الجراحة العامة، كون المستشفى لفترة 7 أشهر 8 أشهر متوقف عن العمل. أتى هذا البرنامج سد الحاجة الماسة لدى الناس المواطنين الساكنين بالمنطقة. دعا المدير التجاري لكهرباء منطقة ساحل حضرموت قازب شراحيل للمواطنين إلى سرعة تسديد المديونيات المتراكمة عليهم والاستغلال والاستفادة من الخصومات التي أعلنت عنها المؤسسة، وأضاف بأن المؤسسة العامة للكهرباء قد وضعت حلا لعملية الخصم بشكل تدريجي في حالة تراكم المديونية على المواطن من خلال دفع أقساط على عدة أجزاء لتسهيل إنهاء المديونية. وأكد في حديثه على فصل الكهرباء على كل شخص لا يقوم بتسديد المديونية المتراكمة، وذلك للحد من تقليل المديونية المتفاقمة عليه. الفترة السابقة عبرت فترة صيف كبير جدا وتراكمت المديونية على المواطنين، لذا نسعى من المواطنين ليقوموا بسرعة التسديد حتى الاستفادة من هذه الخصومات. وعلى الأخوة الذين لم يقوموا بالتسديد سوف نقوم عليهم بحملة فصل، حتى نسعى من وراء ذلك ليس إلى عجز المواطن إنما لحد تقليل المديونية الموجودة على المواطن. افتتحت صباح اليوم في مدرسة الجماهير للتعليم الأساسي العيادة الطبية، والتي تأتي ضمن مشروع قيمتي في مدرستي، وجهزت العيادة بمعدات الإسعافات الأولية وأجهزة قياس الضغط والسكر وبخار الأكسجين وأدوات التعقيم ومعالجة الجروح، وتهدف لحماية الطلاب ومعالجتهم من الأمراض والإصابات التي قد يتعرضون لها، وكذا للحفاظ على سلامتهم. حضر الافتتاح وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس محمد العمودي، والدكتور عبد الباقي الحوثري مدير عام مديرية المكلا، والأستاذ عبود بن عبود الشيخ مدير التربية بالمكلا، والأستاذ مراح با يعقوب مدير مدرسة الجماهير للتعليم الأساسي. هذه العيادة تهمنا وتهم الطلاب والمدراء والمدرسين، يعني في أي وقت يمكن إصابة أي طالب بأي مرض بأي إصابة أو جرح أو شيء، يعني تكون عيادة موجودة في مدرستك، يعني تنفع غيرك. وإلى وادي حضرموت، حيث أقامت نيابة وشعبة الاستئناف بسيئون وبرعاية وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء حفلا تكريميا ل 57 قاض وموظف شعبة ونيابة استئناف ومحكمة، وكذا النيابات الابتدائية التابعة لهما بوادي وصحراء حضرموت. الحفل الذي عقد بالمجمع القضائي بسيئون صباح اليوم أشاد فيه الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، أشاد بالجهود التي يبذلها طاقم السلطات القضائية في تسيير ومعالجة القضايا المنظورة أمام المحاكم،
رغم قلة الإمكانيات والمعاناة التي يعانونها في ظل الوضع الذي تمر به البلاد. اختتمت صباح اليوم فعاليات البرنامج التدريبي للمعلمين والمعلمات المتعاقدين مع صندوق حضرموت لدعم التعليم ومؤسسة البادية والجهات الخيرية في المرحلة الثانية، والذي نفذه مكتب التربية والتعليم بمديرية عمد بتمويل من مؤسسة البادية الخيرية. وشارك في البرنامج التدريبي أكثر من 80 معلما ومعلمة، واستمر لثمانية أيام برعاية السلطات المحلية بوادي وصحراء حضرموت. تبذل شركة بتروموسيل النفطية في محافظة حضرموت جهودا كبيرة لإعادة إصلاح آبار النفط التي تعرضت للتخريب بعد انسحاب وحدات الجيش المكلفة بحمايتها قبل نحو عام. مزيد من التفاصيل في سياق تقرير مراسلنا. هنا في هذه البقعة من حضرموت يد عبثت بثروة البلاد. هنا في آبار حقول النفط في شركة بتروموسيل تعرضت المئات من آبار النفط للتخريب المتعمد في حقول كثيرة، تخريب لم يكن ليحصل لولا الانسحاب المفاجئ لقوات الجيش الملقى على عاتقها حماية الشركة وآبار نفطها إبان اندلاع الأزمة التي عصفت بالبلاد وقبل حلول قوات النخبة الحضرمية. في الفترة الماضية في عملية نهب وسرقة ممنهج حصل في قطاع 14، ومن ضمن الآبار المخربة ومن ضمن ما فوق 350 بير تعرضت للسرقة والنهب في ظل الفترة والوقت اللي انسحبت فيه جميع كتائب الجيش اللي كانت حامية القطاع. ومن ضمن الآبار اللي سرقت، معظم الآبار اللي سرقت كانت سرقت فيها كيبلات توصيل كهربائية للبير ومواطير كهربية التي تقوم تشغيل البير. وكإجراء احترازي لجأت بتروموسيل لسحب ما تبقى من مولدات ومعدات آبار حقول النفط للحفاظ عليها، ودفعت بمهندسيها للبدء في عمليات الإصلاح، والتي بدورها أسهمت في إعادة بعض الآبار للإنتاج وإن كانت بنسب قليلة مقارنة بما تنتجه الشركة سابقا، إلا أنه يعد خطوة في الاتجاه الصحيح لا سيما بعد استقرار الأوضاع الأمنية في ربوع حضرموت. بالنسبة للعمل اللي نحن نقوم به هنا، نقوم بإعادة تأهيل المولدات التي تم عطالها وخرابها في الفترة المصرمة الماضية. فزي ما قلت أنه معانا ما يقارب 450 مولد، هذه موزعين داخل الحقول. فحصل أنه حصلت فيها تشليح في بعض الأجهزة اللي قمنا بعد، طبعا بعد المشاكل اللي حصلت قمنا بسحب هذه المولدات الى الموقع داخل اللوكيشن عندنا هنا، وقمنا بإعادة تأهيلها واصلاحها. بعض القطع طبعا قمنا بتاليفها، وبعض القطع قمنا يعني جديده حطيناها. فالحمد لله يعني الان ما قرب 75% من هذه المولدات عندنا يعني اصلاحها وهي قابله للعمل. هذا التخريب الذي طال نحو 360 بئرا منتجا كبد الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما وما ترتب عليه من توقف تام لإنتاج النفط الخام وتصديره، توقف دام نحو العام، وهو ما انعكس سلبا على شركة بتروموسيل التي تعترضها معضلة توفير التكاليف الباهظة لإصلاح ما تم تخريبه من الآبار وتوفير قطع الغيار اللازمة. وهي رغم تلك الصعوبات استطاعت الشركة بجهود ذاتية من إدخال ما يقارب 100 بئر فقط للخدمة. فداحة التخريب الذي طال القطاع النفطي في شركة بتروموسيل يشكل عبئا كبيرا على عاتقها، لا سيما والتكاليف الباهظة التي تفوق قدرة الشركة في الوقت الراهن. عبد الله بكير لقناة حضرموت من ورشة الصيانة في بتروموسيل. يشكو سكان مناطق ريدة المعارة من تدهور الخدمات الصحية والطبية التي يقدمها المستشفى الذي يخدم كثيرا من المناطق والقرى التي يزيد تعداد سكانها عن 20,000 نسمة. المستشفى الذي بني قبل نحو 30 عاما يعاني من نقص الكادر الطبي، إضافة إلى قدم وتهالك المبنى وعدم وجود أجهزة طبية حديثة تقني سكان المناطق من السفر بمرضاهم إلى مدن أخرى تفوق القدرة المادية لبعض السكان أحيانا.
ختام الأخبار إليكم أبرز ما ورد فيها. مدير عام صحة ساحل حضرموت يطلع على أعمال برنامج طبيب طيبة الزائر بمستشفى الديس الشرقية. المدير التجاري لكهرباء ساحل حضرموت يدعو المواطنين للاستفادة من الخصومات المعلن عنها. افتتاح العيادة الطبية لمدرسة الجماهير للتعليم الأساسي بالمكلا. حفلا تكريميا ل 57 قاضيا وموظفا في محاكم وادي حضرموت. كان هذا كل ما لدينا من أخبار هذا اليوم، شكرا على كرم المتابعة، وإلى اللقاء بحول الله.